أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نبدأ النشرة من الشأن المحلي، حيث أظهر تقرير جديد لهيئة تنظيم الاتصالات تغطية جميع المشغلين لشبكات الهواتف المتنقلة لنسبة 100% من سكان البحرين بتقنيات الجيلين الثالث والرابع. وقد بين التقرير بأن خدمات الجيل الرابع أصبحت تقدم بسرعات أكبر خلال العام الجاري وبنسبة 23% مقارنة بالعام 2014، مما يعكس التطور الكبير الحاصل بنوعية خدمات الاتصالات وجودة التغطية. كما تعكس النتائج التقرير قيام مشغلي خدمات الهواتف المتنقلة بتحسين وترقية شبكاتهم لتلبية الاحتياجات المتزايدة باستمرار للمستهلكين. وعند مقارنة النتائج مع بعض البلدان، فإن البحرين تأخذ زمام المبادرة بهذا الشأن، حيث ما تزال في الطليعة فيما يخص جودة خدمات الهواتف المتنقلة. هذا وتهدف مشاهدينا هيئة تنظيم الاتصالات من قياس تغطية شبكات الهواتف المتنقلة إلى التحقق من جودة التغطية في كافة مناطق البحرين، والالتزام مشغلي الهاتف النقال بشروط التغطية خارج المباني المنصوص عليها في رخصهم والمقدرة ب 99% من سكان المملكة. كما تجر الإشارة مشاهدينا إلى أن شبكات الهواتف المتنقلة الثلاث في المملكة أظهرت مستوى متميز من الخدمة، حيث بلغ معدل إنشاء المكالمة واستمرارها لمدة دقيقتين نسبة 98%. وفي خبر محلي آخر مشاهدينا، أعلنت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين عن اختيارها لحلول نطاق البيانات وحمايتها من شركة دل EMC، وتهدف حلول البيانات إلى إنشاء بنية تحتية قابلة للتوسع لضمان حماية وتوافر البيانات ودعم النمو السريع للبيانات. وتسعى شركة طيران الخليج من خلال هذه الصفقة إلى الاستفادة من قدرات النسخ الاحتياطي والاسترداد التي تقدمها هذه حلول للمساعدة في تلبية متطلبات الوصول إلى البيانات الخاصة بها. ولكونها مشاهدين ناقلة دولية تقدم خدماتها في 41 مدينة في 24 دولة حول العالم، تدفع طيران الخليج بكمية ضخمة من البيانات التي يولدها المستخدمون، والتي من المتوقع أن تسجل نموا بنسبة 12% في الأشهر 18 المقبلة. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. والآن نستعرض وإياكم مشاهدينا أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم. فمع استمرار إغلاق بورصة البحرين بمناسبة الأعياد الوطنية لليوم الثاني هذا الأسبوع، سجلت بورصة الكويت الارتفاع الأكبر بين الأسواق المالية لتغلق على 5657 نقطة مثل ما هو موضح، بارتفاع نسبة 0.11%، مدعومة طبعا بأداء أسهم قطاعات الخدمات المالية والصناعة والسوق الموازي. تلتها سوق مسقط الأوراق المالية التي أغلقت على ارتفاع طفيف، فيما أغلقت كل من السوق المالية السعودية ودبي وأبوظبي على انخفاض تراوح بين ربع نقطة مئوية و 0.8%. وقد تسبب بهذا التراجع مشاهدينا أسهم قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية وشركات الاستثمار المتعدد والصناعات البتروكيماوية.